هحضر لكم النهارده رغوه بتاعه الكابوتشينو. رغوه بتاعه الكابوتشينو عايزه اقول لكم تبقى حلوه جدا. هنحتاج فيها، سجلوا معايا المقدار بتاعها بالظبط عشان تبقى معاكم مظبوطه: كوبايتين من القهوه سريعه الذوبان، 2 كوبايه من السكر، 2 كوبايه من الميه. الناس اللي ما بتشربش سكر يا جماعه مش هينفعها المشروب ده نهائيا، لانه ما ينفعش نعمله بسكر دايت خالص. كمان عندنا معلقه كبيره من الفانيليا بتخلي لي الطعم مختلف تماما. ممكن الفانيليا نستبدلها باي طعم من الاطعمه اللي احنا بنحبها. هنقدمها مع كوبايه لبن، رشه كاكاو كده، يعني هنظبطها. تعالوا معي اهو واهو واهو رشة الفانيليا. الفانيليا هتفرق معاكي في ايه؟ الفانيليا هتفرق معاكي ان الطعم هيبقى مختلف جدا وحلو قوي بصراحه. بس كمان في نفس الوقت الفانيليا دي انا ما بحبش الفانيليا او طعم الفانيليا، وعايزه، مع انه مفيش حد بيحبها، عايزه ابدلها بالكراميل، هحط بدلها معلقه كراميل. عايزه ابدلها بالبندق، هحط روح البندق. اللوز، هحط روح اللوز. فهتديكي الطعم نفسه كانك تشربيها بره بالظبط. هاخد المقدار بتاع كوبايتين سكر بالكوبايتين ميه اهو، تمام، وهبتدي اضرب هنا. خلينا نبدل بوله اكبر من دي، لان دي هتطلع معانا كل النسكافيه. وفي حاجه كمان عايزه اقولها لكم ضروري جدا، اوعوا تعملوها بايديكم، مش هتبقى مظبوطه معاكم، مش هتبقى ناجحه نهائيا. دي اعلى شويه، دي سورها اعلى، مش هتبقى ناجحه معانا نهائيا، لانها ضروري جدا تكون معانا السور بتاعها عالي، الحاجه اللي احنا هنحط فيها، وتكون السرعه عاليه معانا جدا. عايزه انزل كل حاجه اهو، ننزل كل حاجه ونضربهم. تاخد حاجه بسيطه خالص وما بتاخرش معانا، وتبقى معاكم حلوه جدا، رغوه رائعه بنحتفظ بيها في الثلاجه مده حلوه جدا. ممكن تحتفظوا بيها اسبوع، 10 ايام، براحتكم خالص. اعملوا المقدار اللي هيناسبكم فقط، لا اقل ولا اكتر. يلا بينا. بصوا السماكه بتاعتها ابتدت تبقى سميكه معايا. طبعا انا ده ما يكفينيش خالص، انا عايزه القوام كريمي، فهي بتاخد وقت في الضرب. بصوا بقى بس القوام بقى عامل ازاي اهو، بصوا كريمي وحلو جدا. ضربه كمان دقيقه كمان وهيبقى معايا تمام جدا، وهيبقى حلو معانا قوي. تخزنوه وتعملوا بيه اي وقت انتوا عايزين من الثلاجه معلقه وبس كده، لا اقل ولا اكتر اهو. بصوا قوامه حلو جدا. ممكن تضربوه اكتر من كده، كل ما ضربناه اكتر من كده كل ما بيبقى معانا فومي اكتر واكتر واكتر، يعني بيبقى فومي بطريقه ما تتخيلوهاش. كل اللي احنا بنعمله عشان نعمل كده، هاخد منه اهو معلقه، بصوا كريمي ازاي وتقيل، معلقه بتاعتي على حسب انا بحب الرغوه بتاعتي قد ايه، او الفوم اللي عندي بحبه قد ايه. انا هعمل بصراحه، اعمل لي كوبايه حلوه قوي دلوقتي زي ما انا بحبها اهو، بس كده. طبعا على حسب الكاس، لو كاس عادي مثلا زي ده هتاخدوا معلقه واحده بس، معلقه مليانه شويه محترمه تبقى مليانه معاكم وخلاص على كده. تعالوا بينا نسيبها كده ونستنى اللبن بتاعنا يسخن بس ما يفورش مننا. برضو عينك معايا يا ميرو النهارده، انت عارفه انا ها مش نايمة النهاردة خالص أهو. صح؟ تسلميلي. نحط في بطرمان ونقفله كويس جدا، ويبقى معانا حلو جدا. الكريمة بتاعتنا تبقى رائعة، يعني تعملوا منها كوباية من القهوة سريعة الذوبان، كابتشينو، تعملوها بالطعم اللي انتوا عايزينه براحتكم خالص، هتبقى معاكم حلوة قوي وجميلة الصراحة. خليني اخبي ده عشان النهاردة هنشرب كلنا هنا كابتشينو كده، ونخلي دي عشان نقلب بيها.
وهنا بسخن الحليب بتاعي. طبعا عايزين تعملوها بالكاكاو هتعملوها بالكاكاو هتبقى معاكم حلوة، عايزين تعملوها بالطعم اللي انتوا تفضلوه زي ما سبق وقلت لكم اي طعم انتوا تحبوه هتعملوها بيه براحتكم خالص وهتبقى معاكم حلوة قوي 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 فوق ما تتخيلوا، يعني حاجة ناجحة جدا وجميلة جدا جدا جدا. احط لها انا هنا شويه